إننا اليوم نخوض معركة الشرف والعزة دفاعا عن أرضنا الغالية، عن تاريخنا المجيد، عن تراث الآباء والأجداد. نخوض المعركة بإيمان بالله وبأنفسنا، وبعزيمة صلبة وتصميم قاطع على أن يكون النصر حليفنا فيها. فسيروا على بركة الله، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم، والسلام عليكم. جسد الانتصار في حرب تشرين التحريرية على العدو الصهيوني عام 73 و900 ألف أصالة الشعب العربي السوري وقوة الجيش والقوات المسلحة وعظمة ولائهم للوطن واستعدادهم الدائم للتضحية في سبيل عزته وكرامة أبنائه. بواسل الجيش والقوات المسلحة الذين دمروا تحصينات العدو الصهيوني وفي مقدمها خط آلون، وخاضوا أقوى معارك الدبابات في التاريخ الحديث، واجترحوا المعجزات، وحطموا غرور وغطرسة الكيان الصهيوني، هم أجداد وآباء الرجال الأبطال الذين يخوضون اليوم معارك الشرف والكرامة الوطنية، وعيونهم على تطهير ما تبقى من الأرض السورية من التنظيمات الإرهابية وطرد داعميها من قوات الاحتلال التركي والأمريكي شمال وشرق البلاد.